تكريما وتقديرا لعطائها المستمر في تغطية مختلف الأنشطة الدينية والاجتماعية والإعلامية في الأردن، ودعمها الموصول للقبر المقدس والكنيسة الأرثوذكسية. منح غبطة البطريرك كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال الأردن وفلسطين الدكتورة باسمة السمعان مدير عام مكتب فضائية نورسات في الأردن الصليب الذهبي لفرسان القبر المقدس. وقال غبطته في كلمة موجهة إلى السمعان ألقاها بالنيابة عنه الأب عيسى مصلح الناطق الرسمي باسم بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس، وبحضور سيادة المطران خريستوفوروس عطلة مطران الكنيسة الأرثوذكسية في عمان وتوابعها. إنه لشرف كبير لنا في هذا اليوم الأغر الذي جئنا فيه من المدينة المقدسة من بطريركية الروم الأرثوذكس أم الكنائس لكي نكرم ابنة عزيزة وغالية بلقب حاملة الصليب الذهبي لفرسان القبر المقدس لجهودها الجبارة وعملها الدؤوب وانتمائها الأصيل الصادق للكنيسة والوطن ولفريقها الذي نعتز ونفتخر به. وبارك غبطته هذا الإنجاز قائلاً ما أحلى وأجمل وما أروع عندما يقطف الإنسان ثمرة تعبه وجهوده لسنوات خلت. ومن جهتها أعربت الدكتورة باسمة السمعان عن بالغ فرحها وشكرها وتقديرها لهذا التكريم الكبير، مؤكدة على استمرارها في خدمة كلمة الله وكنيسته المباركة وشعبها المؤمن ووطنها العزيز الأردن بكل إمكانياتها، داعية أن يحفظ الله غبطته ويمد في عمره.